في سيكولوجية الأنثى، أنثى طامحة، أنثى عندها طموح، طموح للكمال. حقيقة عندها طموح للكمال هذه الأنثى هذه، وهذا الطموح يخليها تدير أي حاجة باش تحقق أهدافها، أي حاجة تديرها باش تحقق أهدافها. وهذه غريزة فيها، هي غريزة فيها في الأنثى. الكثير منا يفشل يعني في الزواج يعني، وخير دليل أنك لو كان تروح للعدالة تلقى يعني حالة الطلاق يعني والفشل الأسري يعني يفوت 70% 75%، وهذا الشيء لم يأتي عبثا، كاين خلل يعني نقدر نشخصه، وكل واحد له وجهة النظر في عملية تشخيص هذا الأمر هذا، والأمر خطير يعني. الكثير يتساءل يقول لك اودي احنا كيف امواتنا يعني اليبوك كانوا صبارات وداروا ديار وصبروا وداروا ديار وكونوا اسر وكل شيء، كيف اليوم فشلنا احنا الشباب يعني فشلنا في هذا الشيء. هو فليكن في علمك، على بالك نفس المرأة في قادم الزمان هي نفسها درك، كيف كيف في غريزتها في كل شيء هي نفس الأنثى. غادي ندي مثال، أمي صبرت وكابرت وكل شيء بها ربيتنا وطلعتنا وكل شيء، وصرا فيها اللي ما صراش ولكنها صبرت. العكس اليوم اللي فاني راها متزوجة واللي هي المرأة هي أمك وأختك وزوجتك وكل شيء فشلة. دوك نخبرك عليها، في قديم الزمان يعني عبر عقدين الزمن وثلاث عقود ولا، كانوا يحكموا العرف، كان في المجتمعات يعني سواديزون المجتمعات سواديزون المجتمعات المحافظة كانوا يحكموا العرف، والعرف هذا دائما يعني مستمد أو مستنبط يعني من الـ من الـ من الـ من الدين، كانوا يحكموا هذا العرف. كانت الأنثى ما عندهاش سند يعني ودعم معنوي من الأسرة تاعها كي تزوج، يعني كي تغضب وكاع ما يكونش عندها دعم معنوي. أول حاجة مهدلها لي بريسي وعائلتها باه تعاود ترجع مهما كان سببها، ما يحفزوهاش أبدا الانفصال، هذا كان في العرف. كانت كي تجي ما تلقاش الدعم المعنوي تبلع عليها، فهي مرغمة العودة لزوجها وتصبر تصبر، لا غالب ما عندهاش دعم معنوي وما عندهاش الدعم المادي، زوج كي هادو زوج ما كانش يعني ما عندهاش القوة لا فورس ما عندهاش. مي ضروك عبر قانون الأسرة نفس الأنثى هذيك راه عندها اليوم الدعم المعنوي والدعم المادي، تلقت الدعم المعنوي أول حاجة من قانون الأسرة، حيث أن قانون الأسرة سهل لها باه تتحكم هذوك القوانين اللي جاو في حقها يعني، وتفرض السلطة تاعها، تفرض السلطة تاعها. ثانيا أليبوك ما كانوش يخدموا، ما كانش يدخلهم راتب، هذا الدعم المادي ما كانش، اليوم راهم يخدموا وعندهم دعم مادي. هذاك الدعم المادي هذا الأنثى هذه اللي قلت لكم ودي تبغي الهيمنة والتسلط وتبغي الكمال وكل شيء، هذاك الدعم المادي اللي راه يدخلها دروك سواديزون راها خدامة تساهم به في الأسرة الأصلية تاعها الأولى، كي تساهم هي يولي عندها على بالك قرار، ولا خصائص لها البرلمان وكاع ولا تخدم لهم الدبلوماسية، يولي عندها قرار خاطش على خاطر راها تساهم ماديا في الأسرة. اليوم ولات كي تتزوج ويصرى يعني خلل ولا مشكل هي وراجلها مهما كان وتعاود ترجع للعائله تلقى الدعم المعنوي. بكري كانوا نقولها ودي ولي يهمك غير راجلك، اليوم ولاو كيشوفوا عندها الدعم المادي وكل شيء يقولها ودي خطيك من جده طلقي ودك تتزوجي سيد سيده، شوف هنا الدعم المعنوي. هنا بطبيعتها هي باك تبغي السيطره والتسلط وكل شيء تتحرر، صايره عندها قوه خلفها اللي هي الاسره، ولاو يحرضوها يعني باه تتاخذ قرار يعني تاع الانفصال وكاع. وزيد على ذلك فني الدعم القانون الأسرة حتى تسهل تدير الخلع وتباشر مباشرة في هذا العمل وتقلب زوجها وبالسلامة، وما تخممش يعني في العواقب. هذا هو الفرق بين أمهاتنا قديما واللي راهم متزوجين حاليا. شوفوا واش توفروا لهم، كي توفروا لهم شرطين الدعم المادي والمعنوي، فرضوا السلطة تاعهم، ما عندك ما تدير لها، ما عندك ما تدير لها، القانون الوضعي جا فيه المشرع هو اللي شرع لها باش تكون كيما هكا.
وبالتالي ولات عملية الطلاق بزاف. هذا وجه واحد، راه كاين عده اوجه. هو الشباب ماشي فاشل والله يخاف ما يكونش مسؤول ولا نعم، ولكن الشباب راه مشوكي من هذه التصرفات. كاين اللي راه مريح راقد حتى يلقى الزوجه تاع ديالها الخلع، كاين اللي الزوجه تاعها تطلب منه يعني طلبات يعني غير معقوله، وخاصه الناس اللي تكون يعني عندها خشونه، الرجال اللي عندهم خشونه يعني ما يبغوش الهيمنه، ما يبغوش يعني زوج تاع لي كولونيل في الدار. كاين شاف واحد ماشي زوج، كاين شاف واحد ما يبغوش النديه، ما يبغوش ترد لها الكلام. كاين فئه يعني من الرجال كيما هكاك ما يقبلوش هذا النديه، ولا تجي تقولوا لها تكومباري له يعني الزوجه تاعها تقول لها شوف فلان اش تدار وانت ما درتليش، ما يقبلهاش هذا الشيء. خاطر كاين في مجتمعنا اللي يدفروا الكلام يعني ويقولوا الكلام للازواج. نعاودوا نرجعوا لهذا الرجل الخاشن، ما يبغيش هذا الامور. هذا ذكر داير كيما هكاك، ما يبغيش، يبغي القياده المطلقه اللي هو يبغيها كيما هكاك. هو يشوف الزوجه تاعها يشوف عليها اساس انها جوهره نادره على بالك، وما يلقلهاش تقرر واحد الامور اللي خلوها تتواجد في كل منطقه كيما بغات هي. ما يبغيش هذا الذكر، يبغي الزوجه تاعها هو يتحكم فيها، كل يسيب يتحكم لها في الاحاسيس تحكم في الاحاسيس. هو تلقى عنده حب اتجاهها بصح ما يبارطاجيش هذاك الحب. هذا الرجل هذا ما يبارطاجيش هذاك الحب، تعرفوا علاه؟ هو يحب ماشي ما يحبهاش، ولكن يشوفوها يعني انقاص من هيبه تاعه من الرجوله تاعه كي بارطاجي هذاك الشيء. هو في هذا خطا، ولكن في ذهنه هو يقول لك ودي شغل يطيح من قيمته كي يقولها حبيبتي ولا يقولها كذا ولا يعني عطاها واحد الجمل مزينه. هذه يعني خاصيه في الرجل الخاشن، يعني هو يحب كل شيء ويبغي مرته ليه وحده، ما تامنش راسك. ولكن في واحد العيوب، هذه العيوب اللي الانثى ما تقدرهمش، تحس به باللي ودي راه يمارس عليها في الاهمال، بالك راه عندها واحدة اخرى، راه في علاقة واحدة اخرى، هي تخمم كيما هكاك انت غارزتها تخمم كيما هكاك، وبالتالي تفشل غالبا، تفشل العلاقة. وين تصلح العلاقة؟ هي ما يكونش عندها دعم مادي وما عندهاش دعم معنوي، يعني الاسرة تاعها مزيرين يقولها قعدي عند زوجك وما عندهاش دعم مادي، هي تلزم الصمت، تصبر وترفد وتصبر. ولكن باه يكون في علمك ان الانثى تنتقم ماشي كيما الراجل. ذكر ما هي دابزك ودابزها وفات ما صاي ما يحسبلهاش، ولكن الانثى اللي مدلك في راسها تنتقم. هي في العقيده تاعها كيما هكا، غريزتها كيما هكا تنتقم. على المثل يقول لك اودي اللي حلفك فيك راجل بات راقد واللي حلفت فيك امراه بات نايض. حقيقه هي وزيد على ذلك يعني مشاكل كبيره دارها قانون الاسره يعني، واسره عندنا انفلات وما نجمناش نتعايشوا مع الوضع هذا. على هذا قلت لك اودي كتبغي تزوج لبس الكاسك، يقول لك تحقق الاستقرار المادي وكل شيء، عاد بها تقدر تقبل على الزواج، بها ما تكونش مكتف. خاطر كاين اللي راهم معفسين عليهم، كاين اللي راهم مساكين ما لقاوش عليها وين، ما لقاش راه صابر، ولا الرجل هو اللي يصبر، صابر مسكين ما لقاش عليها وين، خاطر كل الطرق تقضي عليه. كاين اللي راهم صابرين، وكاين اللي عندهم تغنانت وكل شيء وعقل صفري خالص وبامتياز ما يرجعش الراجل يتخذ قرار يا بالسلامه انتهت. وكاين نوع واحد اخر يعني حافظ على توازنه، يعني مشخص يعني عقليه النساء وكل شيء يتحكم في الوضع الى حد ما، ولكن دائما كاين المشاكل وكاين لا سوفرونس. كاين اللي كان في علاقه مع وحده وحبها وكل شيء بغى يتزوج، ولكن ما صراو مشاكل ما قدرش باه ينتقم من هذاك الشيء راه واحد تزوج، والعكس وكذلك حتى البنت، ولكن لن يرى سعاده مطلقا كاش خطا جسيم. ذاك راه مبليسي يقعد مبليسي حتى يدي السوادزول اللي في راسه، هو عاد شويه يريح. المهم اللي بتعرفوا باللي ودي المشكل ماهوش في الشبيبه، ولا الشبيبه راه تشوف تشوكات من الافعال هذه. الشبيبه عبك راه كاين مشاكل اجتماعيه ومشاكل اقتصاديه، الناس ماهيش كامل عندها وناس لاباس بها، كاين اللي راه يساكري فيه باه يجيب القوت اليومي ليه ولا لعائلته، وعليه راهم يشوفوا بعينهم اللي هذا راه كاين عزوف كبير يعني على الزواج. لو كان رجعنا العقلية تاع بكري كانوا يتزوجوا صغار 14 15 يتزوجوا ويدوا من عائله، والعائله على بالك العائلتين في زوج يخدموا دوام الاسره هذه الصغيره هذه، بحيث انهم يمارسوا يعني طقوسهم وعاداتهم واعرافهم القديمه اللي شافوها هي تخرج وحقيقه كانت تصلح وتخرج، باه يحافظوا على الاسره هذه وخلوها تكبر.
اليوم ما كانش، اليوم ما عندكش تمعة من تهضر، اللي كان عندك خلاف مع زوجتك ما عندكش تمعة، ما عندكش حتى الراجل اللي تهضر معاه، هذا هو المشكل. باش نقول لكم في الاخير هذه وجهه نظر، وجهه نظر كل واحد واش يشوف. المهم دمتم في رعايه الله وحفظه.